اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خلونا طبعا قبل ما نبدا الحلقه نعزي الشعب المصري وانفسنا في شهداء الوطن اللي استشهدوا امس. والحلقه النهارده لطيفه وبسيطه واكل صحي. والاكل الصحي طبعا مطلوب ان احنا لازم على الاقل مره في الاسبوع نشوف ازاي نعمل الاكلات اللي نفسنا فيها ولكن بطريقه صحيه. شيف المغازي علمنا حاجه حلوه قوي، ناكل اللي نفسنا فيه ونبحث جوه الاكله في العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها، سواء الزبده، سواء الكريمه، سواء الماتيريال بتاعها بكل تفاصيله. النهارده هنعمل ايه مثلا مع بعض؟ معانا صدور فراخ هنعملها مشويه بالزعتر مع زيت الزيتون. حاجة زي البيكاتا كده بس هنتلاشى طبعا الزبدة والكريمة والحاجات اللي هي ممكن تؤدي لدسامة ووزن زيادة. معانا النهاردة كمان بروكلي هنعمله مشوي مع زيت الزيتون، لطيف وجميل وياخد في ليفر من الروزماري، والروزماري ده طعمه حلو قوي جدا مع المشويات. معانا طبق مكرونة جميل جدا عشان الأطفال برضو يشاركونا في السفرة بتاعتنا، هنعمله بالمشروم، واحنا كلنا عارفين ان المشروم بروتين نباتي غني جدا وآمن مفيش منه مشاكل خالص. السفرة بتاعتنا لا تخلو من طبق السلطة، ولكن السلطة النهاردة مميزة، هنعملها طبعا بالشوفان، هنستخدم الشوفان المحمص، واحنا عارفين كلنا الشوفان مكنسة المعدة، بيمتص الكوليسترول والدهون اللي موجودة في الجسم وغني بالألياف الفعالة والغير فعالة. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة في الحلقة بتاعت النهاردة وفيها معلومة غير معلومة، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء والوقاية خير من العلاج. مش عايزين نقول الكلام ده إنشاء وبس، عايزين نعمله عملي وننفذه عمل النهاردة على الأقل يوم في الأسبوع، وإحنا اخترنا يوم الحد زي ما تعودنا من الشيف المغازي في برنامجنا الشهير أكلة أمي. هروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايز قبل ما ابدا الحلقه بتاعتي نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا، اعتبرها هي دي الثلاجه عشان نتكلم بس ببساطه كده وسهوله باللغه اللي يفهمها كل الساده المشاهدين. الثلاجه صدور فراخ، هتلاقي مستورده موجوده برطمان حلو كده بباب الثلاجه، معانا بصل، معانا ثوم، معانا شويه زيتون شرايح بنعمل بيتزا للاولاد. اعتقد اللي ممكن فيه الشوفان هو الحاجه اللي مش، ولكن دلوقتي المطبخ بقى مطبخ حديث، معانا شوفان ومعانا مشروم والبروكلي بتاعنا الجميل الحلو وشويه روزماري، هي دي الماتيريال بتاعي او المكونات بتاعتنا. والحليب طبعا اللي هو قليل الدسامه اللي احنا بنشتريه من اي سوبر ماركت، في منه دسم وفي منه قليل الدسامه زي الزبادي كده، ده موجود معانا عشان نعمل بيه شويه بشاميل حلوين. هبدا باول حاجه دلوقتي البروكلي عشان ادخله الفرن واخلص منه. بروكلي مشوي بزيت الزيتون، هنعمله ازاي؟ بروكلي معانا توم، زيت زيتون وشويه روزماري حلوين مع بعض، وتعالوا نشويه مع بعض، ولكن خلونا نتبله الاول. حلو الكلام؟ المطبخ النهارده لطيف وسهل وانا حبه لان ما فيهوش غلبه كتير من الاخر يعني. اما اهو والمقادير على الشاشه تقدري تصورها بتليفونك على السريع او تكتبيها ورايا: بروكلي، روزماري، توم، زيت زيتون. هنعمل التتبيله بتاعت البروكلي، عباره عن شويه زيت زيتون، ومعانا البروكلي طبعا مقطعينه في صوص كده لطيف وجميل. طبعا كلنا عارفين ان البروكلي غير الارنبيط، الارنبيط دي زهره لونها ابيض، البروكلي الاخضر وده صديق الاعدادات الصحيه عموما يعني. حلو، ادي فلفل اسود وادي شويه الملح الحلوين، تمام، نتبله عادي يعني. وهنحط عليهم يا عم الشيف فص ثوم محترم كده، وناخد الروزماري الحلو ده كده نقطعه عليها. شفت انا بشتغل ازاي؟ ده روزماري، بناخد كده الورق بتاعه، وعشان البروكلي يطلع معاكي اخضر ولطيف وحلو لازم الفرن يكون درجه حرارته عاليه جدا. لو حطيت البروكلي ده في فرن درجة حرارته بطيئة أو مش سخن يعني، البروكلي ده هيسود منك ويدبل منك ويبقى شكله مش لطيف خالص، خلي بالك. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنحط شوية بابريكا، طبعا مش هنحط كمون هنا لأن ده مش أرنبيط، هنحط شوية زعتر، الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة، ونقلب دول كده مع بعض يا عم الشيف. اهو تاني عملت هنا يا شيف عشان اشوي البروكلي ده، انا هشويه مش هسلقه، ما احنا لو سلقناه بنقدمه على خضار سوتيه ويبقى احنا ما عملناش حاجه جديده، فانا هشوي البروكلي ده في الفرن.
التشكيله دي او التركيبه دي او التتبيله دي عباره عن روزماري وتوم وزيت زيتون وملح وفلفل وبابريكا وشويه زعتر. هاخد ده كله مع بعضه كده واسقطهم على البروكلي. حلو الكلام. واقلبهم في قلب الكاسرولة. حلو. وانا بقلبهم يا عم الشيف هحط شقشاء من الميه. حلو الكلام. هو انت تسلق؟ لا، شقشاء الميه ده بقى هيديني طابع حلو قوي مع البروكلي، هيخليه لونه اخضر لان هيديني بخار. البخار ده اللي هيسوي لي البروكلي ده واحتفظ بالسوائل اللي موجوده فيه. شويه ميه صغيرين مش هيبان اهو، خلاص البروكلي شربهم. يعني بالظبط كده ربع كوب من الماء. واقلب البروكلي ده كده يا عم الشيف بالشكل ده كده اهو. امتص التتبيله وهدخله الفرن. حلو. سؤال جانا على السوشيال ميديا، حبايبنا اللي تابعوا السوشيال ميديا، ان القرنبيط عملته امبارح مشوي بالطحينه. الطحينه ما تنفعش مع البروكلي خالص. البروكلي ده صديق الاعشاب، روزماري، زعتر، مستردة، مايونيز، زيت زيتون وهكذا. ده البروكلي جاهز كده بالتتبيله الحلوه دي كده زي ما هو كده. هندخله الفرن في درجه حراره عاليه جدا. تاني المعلومه اللي اقولها دي مهمه جدا، هشوي بروكلي بالشكل ده كده لازم الفرن يكون درجه حرارته عاليه علشان احتفظ بالسوائل اللي موجوده فيه. لو حطيته في فرن بارد او هادي البروكلي ده ميته هتنشف ويبقى زي السفنجه وما فيهوش طعم. خلي بالك، فلازم البروكلي يلازم في درجه حراره عاليه جدا 180 او 200 كمان. هندخله الفرن كده ونسيبه ونقلبه من وقت للتاني. الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. طيب ايه اللي بعد كده يا عم الشيف؟ حابين تطلعوا فاصل ولا نكمل؟ انا معاكم، نشوف البروكلي مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ نبص عليه بصه كده قبل الفصل. اللهم صل على النبي. لا ده جاهز، ده انا طيب خلونا نطلع البروكلي من النار. بروكلي كده جاهز ان انا اقدمه مع حضراتكم كده. ثواني علشان نبقى كده خلصنا من حاجه. ادي البروكلي جاهز. انا لو قعدت على الطبق ده بعون الله هخلصه كله. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نقلبه مع بعض كده. سيبوني اقلبه واعيش مع الطعم الحلو ده كده وناخد بعضينا وهنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل فراخ مشويه بالزعتر بطريقه بسيطه وسهله لا تتعدى الخمس دقائق وتكون مستويه معايا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. للامانه انا ما عملتش حاجه في الفاصل غير ان انا بستمتع مع ريحه البروكلي المشوي اللطيف الحلو شخصيا والله على مسؤوليتي. ناكل الطبق ده كله كده امن، ما فيهوش اي مشاكل صحيه، لا مريض سكر ولا مريض ضغط، ايا كان الوزن بتاعنا كل الطبق ده وعلى مسؤوليتي. ما فيهوش اي دسامه خالص، بروكلي مشوي لطيف ما خدش وقت كتير في الفرن، في السائل بتاعه، في الجوس بتاعه، ما نشفش في الفرن مني، خد شكل لطيف وحلو، اللون الاخضر، لون المشوي، لون اللطافه بالشكل ده كده، حلو. انا عايز بس مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين نجيب الصوره قبل وبعد. يا غال، يلا، حلو، طيب.